السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أرحب بكل الناس اللي بتشوفني النهاردة وبتمنى لكم دوام الصحة والعافية يا رب. هتكلم النهاردة عن فنانة ماتت بشكل مأساوي جدا جدا، والدها طير رقبتها وقدمها قربان للشيطان. وفاتها كانت مفجعة لكل الوسط الفني، كل الفنانين زعلوا عليها، حتى عبد الحليم حافظ اللي كان داخل لسه يصور معاها فيلم ليالي الحب. هنتكلم عليها بالتفاصيل بعد الانترو، بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ومستني تعليقاتكم في الكومنت. اسمها بالكامل نادية أحمد رياض عبد العليم، مواليد 21 سبتمبر 1921، اتوفت 15 أكتوبر 1955. والدها أحمد رياض كان من أسرة غنية جدا، ويقال إن أبوه كان باشا، اتعلم في مدارس فرنساوي وأتقن اللغة الفرنسية والإيطالية والإنجليزية واليونانية، وده أهله إن هو يشتغل مترجم. كان بيترجم الروايات والكتب الأجنبية والفرنسية والإيطالية وكل اللغات، وكان متميز جدا في الترجمة، وده خلاه مقرب من الوسط الفني والكتباء، وكان كمان مقرب من الجاليات الأجنبية في مصر، الجاليات الأجنبية والفرنسية واليونانية. أحمد كان بيرفض المجتمع الشرقي، وكان بيشوف إن المجتمع الشرقي مجتمع متخلف ورجعي، وإن الحضارة كلها في الغرب، وده خلى والده يقلق ويجوزه بدري بدري، واتجوز وخلف 3 بنات وولد، منهم طبعا نادية. بعد كده اتنقل والد نادية لمقارنة الأديان، وهو ما كانش بيقارن الأديان بحثا عن الحقيقة ولا حاجة، هو كان بيدور على دين مناسب ليه. يعني هو أصلا كان مدمن للخمر وحياة العربدة والمجون، وكان بيدور على دين ما يحرمش الزنا والحاجات المحرمة. ففضل يقارن ما بين الأديان السماوية والغير السماوية، وفضل يتنقل ما بين الأديان من إسلام للمسيحية لليهودية للبوذية لحاجات كده مش معروفة خالص. وكان ولاده بيضطروا يتنقلوا معاه أو بيجاروه لأنهم كانوا صغيرين لسه، لحد ما قال حد، قال لك إن مفيش خالق، قال إن مفيش خالق للكون، وإن الكون ده ملوش إله، وإن شهوات الإنسان هو حر فيها يعمل، وإن كل إنسان حر يعمل اللي هو عايزه، ومفيش حاجة اسمها زنا، ومفيش حاجة اسمها حرام وحلال، ومفيش حاجة اسمها جنة ونار. نادية اتولدت في البيت المذبذب ده، لكن الحقيقة إن والدها ربها أحسن تربية، ودها أحسن مدارس، واهتم بهواياتها. هي كانت بتحب الغنى، جاب لها مدرسين موسيقى وتعلمت كل أنواع الفنون، ولما كبرت كانت بتروح المسارح والسينمات، وكانت بتحب الفن جدا، لحد ما اتقابلت مع صديق والدها المخرج حلمي رفلة. وكان حلمي رفلة بيعمل في الوقت ده فيلم اسمه خليك مع الله، سبحان الله، يعني كان بيعمل فيلم اسمه خليك مع الله، كان بيشاركوا في الفيلم ده اسماعيل ياسين ومحمد الكحلاوي. شاركت نادية في الفيلم ده دور البطولة، وحققت نجاح كبير جدا 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 في السينما وقتها. نرجع بقى لوالدها، بعد ما قال حد رجع بفكرة جديدة جدا، وقال لك الشيطان هو الإله، وإن قراءاته كلها في الأديان اكتشف إن الشيطان أقوى مخلوق على الأرض، وإن هو يستحق العبادة، وإن كمان الشيطان بيحلل كل حاجة حرام، يعني عبادة الشيطان حس إن هي أنسب عبادة ليه. فعمل في بدرون الفيلا بتاعته زي معبد للشيطان، حط فيه تماثيل خشب بقرون وحاجات غريبة، وفضل يعبدها. وبدأ بقى سلسلة من التصرفات الغريبة، بدأ يمشي في الصحراء الأيام ويرجع تاني ويقول لك الإله طلب مني كده، بدأ إن هو يحاول يغتصب أي حد من جيرانه من قرايبه، بدأ يمشي في الشارع عريان، تصرفات غريبة كده، ولما يقولوا له أنت بتعمل إيه يقول لهم الإله طلب مني كده. التصرفات دي خلتهم طبعا يودوه مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، وقعد فيها 6 شهور يقول كلامه الغريب ده، وإن الشيطان هو الإله. طبعا عائلته كانت بتعامله إن هو مجنون، وحتى بناته الكبيرة طفشت من البيت، ولما قرايبه طلبوا منه ان هو يدور على بناته وان هو يجيبهم، قال لهم انا ما يهمنيش بناتي يعملوا ايه او يهربوا او يعملوا اللي هم عايزينه، انا اهم حاجة ان بناتي ما يبقوش مسلمين، لا حول ولا قوة الا بالله. المهم بعد ما استمر في العلاج لمدة 6 شهور في المستشفى، المستشفى خرجته لما لقيته بدأ يهدى والدنيا تستقر معه، ما عادش بيقول الكلام اللي بيقوله، بس خرجته من المستشفى وجابت له علاج مهدئات ومنوم، ورجع بيته. ساعتها بنته نادية كانت هتعمل فيلم مع عبد الحليم اسمه ليالي الحب، وعبد الحليم قابلها وأعجب بها جدا ورشحها لبطولة الفيلم. بعد ما نادية قابلت عبد الحليم حافظ،
وخلاص هتمضي الفيلم، رجعت لوالدها عشان تفرحها وتقول له ان انا خلاص هعمل فيلم جديد مع عبد الحليم حافظ. قال لها لا، ده احنا لازم نحتفل بالخبر السعيد ده، وعزمها هي والدتها في مطعم بره، اتعشوا عشاء محترم، ولما رجعوا راح وجاب لهم ازازه ويسكي كبيره وقال لها احنا لازم نحتفل النهارده بقى اخر احتفال، وحط لهم في الويسكي منوم، عشان كده ما رضاش يشرب معاهم، وفضل بنته ومراته يشربوا، وبعد ما شربوا وناموا قلعهم هدومهم ونزلهم في البدرون واحده واحده جنب التماثيل اللي كان بيعبدها للشيطان دي، وبدأ وجاب سطور وطير رقبتهم الاثنين وقلع هدومه وقعد يستحمى بدمهم، وعلى اساس ان هم قربان للشيطان وكده. فضل يمثل بجثث بنته ومراته لحد الفجر، لحد ما ابنه رجع ملقاش حد في البيت، سمع صوت تحت في البدرون، نزل لقى المنظر ده. والده قال له تعالى انا موتهم وقدمتهم قربان للشيطان وانت اللي فاضل تعالى عشان تتذبح. طبعا ابنه قال له امشي يا راجل يا ياسع، وطلع يجري في الشارع، ووالده طلع يجري وراه عريان وهو غرقان دم. الناس شافوا المنظر طبعا اصطدموا وبلغوا البوليس. البوليس جاء وقبض عليه واحاله برضه لمستشفى الامراض النفسيه والعقليه، لكن هو انتحر هناك ومات. دي كانت نهايه ناديه. الغريب بقى في القصه دي فعلا ان كتابات احمد بتدل ان هو قابل الشيطان. احمد ما حضرش عفاريت وما حضرش جان وما جابش كتب سحر وقعد يقرا ولا انضم الجماعات للي عبدت الشيطان، هو عبد الشيطان كده منه لنفسه، بس كتاباته بتدل ان هو قابل الشيطان. في الحقيقه انا حابب احكي قصه سريعه حصلت لي بجد، وهو دخولي جروب لعبدة الشيطان على الواتس، وكان كل الارقام من دول تانية، يعني هم عرب بس عايشين في دول تانية. الحقيقة انا ما اهتمتش دي من دولة ايه ودي من دولة ايه، انا كل اللي مهتم بيه اعرف هما بيقولوا ايه وبيفكروا ازاي والدنيا ماشية معاهم ازاي، وهل هما بيحضروا جن او بيحضروا الشيطان ولا بيعبدوه ازاي ولا ايه دنيتهم عاملة ازاي. هما مجموعة بتستقطب الاندر ايج، يعني هما هدفهم الحقيقي الاندر ايج، ومش اي اندر ايج، هما بياخدوا البنت او الولد اللي عنده احلام كبيرة عايز يحققها ومستعد قدامها يضحي باي حاجة في الدنيا، او اللي عنده غل او الانسانة او اللي عنده غل وحب انتقام عايز يحقق انتقامه ده باي طريقة مهما كانت التنزلات او مهما كان اللي ممكن يعمله في مقابل ده. فده كان هدفهم استقطاب الاندر ايج اللي من النوع ده، اللي عنده غل او اللي عنده حلم اللي هو هيعمل اي حاجه في الدنيا عشان يحقق حلمه ده حتى لو قالوا له ايه. وكان فعلا بيقولوا كلام قريب من الكلام اللي في مذكرات احمد رياض، يعني هم بيتكلموا في ان لازم يتقدم للشيطان قرابين حيه، يعني قرابين من البني ادمين. في الاول بتجيب طفل واخر مرحله من القرابين دي هي حد من اهلك. فالكلام اللي كتبه احمد ده هو فعلا في بيستخدموه عبدة الشيطان في العصر الحالي، يعني نفس الكلام. اتعرفت في الجروب ده على واحده مصريه قصتها غريبه جدا 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 جدا. هي بنت عندها حوالي 17 سنه برضو، كانت بتحب واحد اكبر منها جارها، وعملت معها علاقه، وبعدين اكتشفت ان جارها ده على علاقه بمامتها، فبقت بتكره مامتها جدا وبتكره الشخص ده جدا، وبقى عندها حب للانتقام من مامتها ومنه ومن الانسان ده. وبالفعل البنت دي رغم ان هي عندها 17 سنه اللي هي عملت المستحيل. صاحبه مامتها في الاول، انتوا متخيلين، صاحبه مامتها في الاول، مامتها اطمنت لها وبدات تقول لها اسرارها وتقول لها ان هي بتخون والدها والكلام من ده، وبدات البنت دي تصور مامتها وتسجل لها مكالمات و و و الى ما اخره، وراحت بالتسجيلات دي لوالدها وقالت له بابا انت مراتك بتخونك والوضع 1 2 3. والدها طبعا مسك مامتها ده علقه موت وطلقها. والدها تشاجر مع الراجل ده وعمل له عاهه مستديمه، والدها دخل السجن، ومامتها كانت من محافظه تانية رجعت لاهلها، والبنت فضلت في البيت
قصة انتقامها ما انتهتش لحد كده. هي كانت عايزة تنتقم من كمان من الشاب اللي كانت بتحبه ده، فاتجهت لعبدة الشيطان علشان تشوف يعني شيء مأساوي اكتر من كده تعمله. وكانت بشعة جدا بصراحة، كان جواها غل بصراحة فظيع جدا. وكانت بتنام في المقابر، وكانت بتعمل الحاجات الأولية لعبدة الشيطان يعني. ربنا يحفظنا يا رب. في النهاية بتمنى دوام الصحة والعافية ليكم، ويا رب يثبتنا على دين الإسلام يا رب، ونموت واحنا مسلمين. واشوفكم في حلقة جديدة. افتح، تصبحوا على خير.